أكدت عائلة البن خليل ولاءها المطلق لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله، مشددة على رفضها التام لأي محاولات قطرية مشبوهة للمساس بسيادة أمن واستقرار البحرين. وأوضحت العائلة أن استمرار قطر المارقة في تماديها وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للبحرين يعكس موقفا سياسيا ليس بمستغرب على نظام الحكم في الدولة وتاريخها الحافل بالانقلابات والمؤامرات والدسائس.